شايفين منزلنا بعد المصباح تعالوا واستحنا منيح عطينا المصباح حقه من هون من هون اوكي حاليا انا كنت اقولوا ما تيجوا وتعبانين كثير وغرقانين كثير اليوم انا يعني ما رح اخلي شيء بالبوفيه ما رح خليهم ياكلوا ما رح خليهم دول ياكلوا لك شو شو هاي سيارة شو بتستني؟ هنجيب حالة مرموح يلا شو جوعانة يلا 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 حاسة حالي ادري شو يعني مشي ما عم بمشي انا ها عم بسحب لحب اي والله شوفوا الجو شكلنا اليوم حننام بكير ولا كيف؟ لا لازم نتمشى لازم هو فعليا اليوم حيكون اخر يوم عيون عيون المتجر ماني حاسس فيهم بس هي الطاية كتير كبيرة اوفر كبيرة جبناها اخر مرة هي اشترينا انت معاتي اصغر بس ما نزلناها من السيارة شو ماتش يا اخي شو ماتش ليش ما رجعت البشكية؟ بكره يا بكره ما عندنا بكره نسلم ما بركي بدنا نجدد ما بعرف بسرعة بتنشف شعرة من بين الطريق بنشف هلا هيك بنكون خلصنا الشاور ما في نعيمة يا انا ما في نعيمة اول شيء بدي محارم يعني تخيلوا حطيت المنشفة على شعري نشفت تقريبا جسمي الا وشي لسه ما نشفته انا بحب نشفه بالمحارم ما احط الماء قريب المنشفة اوكي ولا حطه فونديشن اصلا ما جايب معي فونديشن اللي بشرت ترتاح بهاليومين بهالاسبوع بقصد بهالاسبوع لبين ما شعري شوي هيك يعني ينشف بالمنشفة شو المفروض اعمل بدي احط وين الكريم تبعك كريم البشرة امبارح انبسطت اني ما حطيت لا بودرة ولا حطيت كونسيلر وبحس اجواء المسبح والبحر ما بدها غير واقي شمسي وتينت واذا بتحبوا مسكرة غير هيك لا بس ما بتصدقوا قديش انا مبسوطة حواجبي طايرة لي فيها لسه عندي رتوش بعد شهر المفروض يعني 3 أسابيع 4 أسابيع هيك بدي روح اعمل الرتوش يعني حتى حسيتهم طبيعيات باين اكثر من المرات اللي كنت سويهم شايفين هيك بكون حطيت الكريم يا انا ما بعرف كاني هون منفوخه مدري مقروصه هون خي مامي خي انا سيجاره اسرع خي يا جماعه شي كتير اسمر اول شي ثاني شي لكو عيني او سبرايين شو هذا سرق شو هذا هلا شو هلا فرجيني هذا حمار قربي قربي علي لا لا دور علي وين هون اه عادي هي من مية الكروسي ده بس ده هلا انا عن جد شوفيني هاي شو مالك متفرغ قرصة انا قرصت وبوشي كمان اوكي شقت شعراتي يلا سيدرا اعطيني اياها شوي بالله احلى شيء وانا على المسبح سيدرا قالت لي ضيعتي حلقتك راحت على الارض قلت لها بس عم بدي اياها بدي اعمل هلا هيك مع انه هلا ما في بخور يا انا تعرفي هلا قالت لي اني انا جايبه عطر معطر للشعر حتى هلا ما فتحته شوي حطيتي كريمك صح؟ مثل ما هي نسيتهم بالكيس بالبيت هلا مش هي سيدي عم تقلي بتصدقيني اشتقت للبيت كتري كتري اوعى ما تحط مسكره سيدي كتري كتري خلص هيك حاجة نحط عادي هذا لأمان الجسم وبنفس الوقت
عادي فينا نحطه مع الشعر. بس لا اللي جبت اللي جبته هلا هذا مكتوب بس للجسم. بس انا اللي جبته للشعر كمان فينا نستخدمه للجسم بس هو للشعر. هلا شو المفروض بعمل؟ اطلع نشف شعري. على فكره هذا انا جايبته من السعوديه. انا ايه بس صح شايفين حركة البنات لما بدهم يحطوا المسكرة؟ بسم الله رعبتيني. لازم هي الحركة. شايفين هي الحركة اللي هيك لازم نشد التم. التم لما بينشد ونحن بنحط المسكرة هيك هيك مثلا نقلد لمسنا مرحلة لأجله أنا هيك هيك صح؟ ورجيني شغلي. واو عن جد المسكرة بتحلي. شو قصدك؟ لا قصدي يعني المسكرة انه بتحلي يعني ما قصدي شيء مع السمار البرونز. واو واو والحمار الخدين. الله لا 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 انا رح نشف شعري رح نشف شعري اول شيء وبعدين رح اعدل تعديل قبل ما ننزل نتعشى. يعني احنا نتعشى ولا نتغدى؟ هلا هو المفروض عشاء بس احنا ما تغدينا. بس نحن ما تغدينا اليوم ابدا. يعني تخيلوا انه الفطور لهلا الساعه 6:15 يعني ما تغدينا على قد ما كنا مستمتعين. استمتعت كثير بالجيسكي. روح قلبي جيسكي. وركبت معي اليكس انبسط ما في غيري لي اسرعي وانا اسرع وانا بدي يعني واقفه عنك شيء. بس انا ضليتني حريصه لانه اليكس معي. لو لحالي وقعت مو مشكله بس اليكس معي. هو لابس فيست بس لا كثير يعني بكون راكزة لما يكون معي أطفال مشان تعرفوني أنا بعرف أفكر. الله عليك. الله وأنا بعرف أفكر يعني. ورجيني بالله. شايفين الأخوات؟ نحن الأخوات بنساعد بعض. ونحن الأخوات بنساعد بعض. نحن الأخوات ممكن نضرب بعض. عم تسرير لي وشي وشي جايبين وشي عم تنشف وروح لك الشعر سلام. ما تركز الشعر كثير على راسي خليه بمسافة مسافة امان بين الشعر ابعد من هيك لهيك تمام وشي الشعر حنام بدك نزل لك راسي؟ داي لف بس عمل هيك بدي لف هاي اللفة كاملة يا جماعة صار دوري استشفي شعراتي شوف يا الله انا بالكلور لما انزل الكلور ما بتكهرب شعري بتكهرب بتعرف شو معناته على فكره يعني عادي هو بس انت كلياتنا بس انه يعني اوكي على فكره هذا اللي قصص لي شعري من قدام ما بعرف ليش حاسه اطول جبل قصهم انا بس على البيت لا حلو بالعكس
اسرع اسرع شو يا يا صرت جاهزة. شوفوا شو عملت. عملت يعني شيء انه ويفي يعني فتلة كتير صغيرة لشعراتي من هيك. هلا انا بكون صرت جاهزة. شوفوا شو عملت. عملت يعني شيء انه ويفي يعني فتلة كتير صغيرة لشعراتي من تحت. شايفين؟ ما كترت بس من تحت. حسيت هيك كتير بتعطي حركة حلوة للشعر هاللفة. هيك انا بكون ريدي جاهزة. لبست هاي اللبسة. يعني هي فكرة تقول لبسة بتطلعة وبجامة بنفس الوقت. بس هي بجامة برا اكثر من انه بجامة بيت. فهمتوا علي؟ يعني خرج انه انزل اتعشى فيها. واحمل مع هاي الشنطة. هيك هلا انا بكون جاهزة. لما نجيب ها سيسي خلصتي؟ هلا كلياتنا صرنا جاهزين. وهذا اللي حاخده معي حاكل لانه حيروح. وشو كمان حاخذ معي؟ بس هدلوله. عندي سيدرا كمان صار. حزين شو حطيت انا بقلب عيني سيدرا؟ حطيت بقلب عيني البيجي. هو ما كثير ظاهر بس بما اني لابسه بيج قررت تشوفي. هي حركة سيدرا بالشعر. شايفين؟ بترفع وحدة وبتخلي وحدة. بس كثير حلوين على فكرة. هي حركة سيدرا بالشعر. شايفين؟ بترفع وحدة وبتخلي وحدة. كتير حلوين على فكرة. تو ماتش ثانك يو. حطيت برزاتشي برزاتشي؟ لا ما حطيت برزاتشي. انا حطيت. حطيتي؟ انا حطيت. يا جماعة ما وريتكم ال شو اسمه؟ يا الله يا الله. بننزل قبل عصام ونور. نزلنا ولسه عنا مو نازلين. احنا بنحكي على التليفون مع بعض. قبل الو ونزلتوا؟ لا ما نزلنا. الو ونزلتوا؟ يلا انزلوا نازلين. بس انا لسه ما نزلوا عادي هيك. استناهم ليجوا. هون ناح البيلدينغ تبعهم لانه نحن تبعيتنا ورا. بس الجو خيال. بجنن بجنن بجنن. سيدرا فورا حطت البطاطا. بس هي انتي بتحبيها طيبة؟ اوكي مبدئيا انا شو رح اعمل؟ حاستكشف شوفي تمام؟ مشان ما خوصك فيه. استكشف شوفي بعدين بس يعجبني شي بيجي بحطه فورا. بس هون شو عنا؟ دجاج ما بدي. حطي سيدرا من هاي نجربها. بتعرف شو هي اللحم؟ لحم حلال هاد سيدرا. لا excuse me what is this for this thing